جورج هارا. أنا من الناس. انتقاد أو ثقافة الانتقادية ما أنا موجودة نحن عنا للأسف ببلدنا بشكل دقيق. خليني أقول لك نحن كإعلام ما قلنا سند، ما قلنا شيء اسمه حماية. نحن بنعرف حدودنا، بس أنا إذا بدي فوت بجدال وأقول مثلا جيب المسؤول وحطه قدام الناس وقعد عريه بأسلوب معين بأسلوب الفساد، بس أنا مين بيحميني؟ يعني أنا مثلا فيني جيب شخص من الشارع لا بعرفه ولا بيعرفني ولا الناس بتعرفه وبحطه بخليه على مسرح وبخلي الناس يتفرجوا عليه. هذا للأسف بدل ما يصير مقدم صار عبارة عن كراكوز. لا هذا قادر يعطي قرار ولا هذا قادر يعطي قرار. طب مين بده يعطي قرار بالقصة هي كلها؟ أنا؟